تعرفوا بأن أكثر من 25 شلاضة اللي كتشوف من الحصة ديالنا ديال هذا اليوم هذا خصنا نلعبوا على واحد الانفيتار، وهذا الانفيتار هذا هي التربة. التربة ديالنا غنية بالفيتامينات، خالية من الجراثيم، خالتي من بوم، خالية من السكر، أكرناك، الكرموس، الشعر خصو يعيش، لأن البلاد ديالنا الحمد لله فيها الخير. دور شوف ليا الكرموس، شتي الكرموس؟ ها؟ شوف ليا. وفينا هو الكرموس؟ فينا هو الكرموس؟ دور عاود تشوف الكرموس، شتي الكرموس؟ وفينا هو الكرموس؟ فينا هو الكرموس؟